طهرني من كل خطيئة بدم يسوع المسيح. ولان هي ضد اجتماعاتنا تفشل، لا تكون ولا تقوم، للتشويش كل التشتيت باسم الرب يسوع يغادر. من يسمع كلمتك المقدسه الليله يتقدس، يتحرر، يشفى وينال بنيانا روحيا باسم الرب يسوع المسيح. كل من يسمع يخلص ويتحرر وينال شفاء من كل مرض ومن كل تعب ومن كل الم ووجع وحزن في اسم يسوع المسيح. اشكرك، بارك وقت الكلمه، مسح على الكلمه كلمتك تخترق القلوب وتنقي قلوب السامعين في اسم يسوع المسيح. امين. هللويا. هللويا. عشان دوات الكلمه الشياطين تخلص اسم يسوع المسيح في محضر الرب. امين. هللويا. عنوان الرسالة مجد الصليب. مجد الصليب. كلمة الله تقول أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين قوة. نقول الآيات دي. أن كلمة الصليب، انتبهوا، لم يقل أن خشبة الصليب، لم يقل أن علامة الصليب، إنما يقول الكتاب أن كلمة الصليب يعني معنى الصليب أو ما الذي حدث في الصليب. إيه اللي حصل في الصليب؟ صدقوني إذا أدركت وعرفت حرب الله المعلنة لينا في يسوع المسيح المصلوب، سنمتلئ بقوة روح القدس. ماذا حدث في الصليب؟ ماذا حدث عندما مات المسيح على الصليب؟ في رسالة الرسول بولس اصحاح 3 عدد 24 يقول الكتاب: إذ الجميع أخطأ، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. اللي كان حاصل في حياة البشرية قبل الصليب، كل الأنبياء، كل القديسين، كل المؤمنين بالله وشريعته في العهد القديم عندما ماتوا ذهبوا إلى المحيط. انتبه للكلام ده وأشجعك، لو أنت بتحترم الكلمة، لو أنت بتقدر الكلمة، لو أنت وأنت عايز الله يتكلم ليك الليلة، اكتب كل كلمة، لأن الشيطان بيسرق الكلمة من خلال النسيان. يعني لو خرجت من القاعة نسيت اللي أنا قلته، مبروك، الشيطان سرق منك الحق اللي أنت سمعته. لكن لو جيت معاك كتابك المقدس ومعاك ورقة وقلم، يعني انت جاي تستقبل من الله مش جاي تهزر. في مسيحيين بلا مسيح، اللي هو ملوش علاقة بالكلمة، عارف تعرف امتى ان انت مسيحي بلا مسيح؟ لما يكون مالكش أي علاقة بالكلمة. دي رسالة مش عارف الرب بيقولها، بس عامة يعني عود نفسك
انك لما تيجي الكنيسه يبقى معاك كتابك المقدس، وانا اقول تقديرا احتراما مخافه، تظهر مخافه لكلمه الله، لان الله كلمته واحد. في رساله الرسول بولس لاهل روميا اصحاح 3 عدد 23 و24 يقول: اسال جميع اخطائهم واعوزهم البلد. كل العالم وارث للخطيه، مفيش ولا واحد يعمل صلاح، ولا واحد معصوم من الخطا. داود قال له كده، لما داود افضل الحمد لله، بعد كده قال له: بالخطيه حمل بي ولدتني امي. انا مولود اصلا من سنه خاطئه، سنه خطيئه ادم. الرسول يقول كده: اسم الجميع اخطاوا. طب اللي حصل في العهد القديم، اين كانوا يذهبون المؤمنين والانبياء؟ كانوا يذهبون الى الجحيم. يعني اذا جاز التعبير، كان في العهد القديم الجحيم مليان على اخره بارواح الناس. الى ان تجسدت كلمه الله، والكلمه صار جسدا وحل بيننا، فراينا مجده كان يقول ويصنع الخير ويشفي ويحرر ويخلص جميع المتسلط عليهم ابليس. ابن الله اتى لينقض اعمال ابليس ويدمر قوه الجحيم. عندما أتى يسوع المسيح أتى ليرتفع على الصليب. ماذا حدث في الصليب؟ في وقت كنت بصوم وبصلي وبسأل الرب السؤال ده، إيه اللي حصل في الصليب؟ شفت رؤية، ربنا وراني منظر مهول مخيف. الرب يسوع قال سبع كلمات كلمات على الصليب. هو معلق على الصليب ده، ايه اللي كان بيحصل يا رب؟ ليه انت متعلق على الصليب يا رب؟ وكنت بصوم وبصلي وببكي في الدموع عشان اعرف الحقيقه وافهم وادرك محبه الله الفائقه المعرفه التي استعلنت فينا في الصليب. طب انا عايز اعرف المحبه، اكشف لي المحبه دي، اي نوع من المحبه ده يا رب؟ انا ما شفتش المحبه دي، ولا عمري كنت اتخيل ان في محبه بالشكل ده. عايز اعرف محبتي، اعلن لي محبتي. بدا ربنا يفتح عيني فوراني يسوع وهو مصلوب، كانه راجع في كده بالزمن للماضي. كنت واقف قدام الصليب كاني حاضر الحدث، يعني كاني حاضر بروحي المشهد. ابتدى ربي يفتح عيني ونظرت للمسيح وهو مصدوم، وكنت ببكي وروحي بتبكي، وفجاه السنه فاتت وبدات اشوف ان المسيح وهو مصدوم كل الخطايا كانت بتدخل في جسده. وقت الصلب كان بدات اشوف منظر مهم، ان كل الخطايا بتاعت العالم، السنة بقى يدخل في جسده، النجاسه بقت تدخل في جسده، الطهاره بقت تدخل في جسده، الشتيمه واللعن والسب والفسق والسرقه وكل ما يخطر على بالك من خطيه او لم يخطر على بالك، كانت كانها بتيجي كده من كل انحاء العالم وتدخل في جسده. وإذ فجأة بدأ يوريه منظر الآب. في اللحظة اللي كان بيحصل كده في جسد يسوع، كان الآب بيداري وشه ناحية صرخ يسوع، قال له: إلهي لماذا تركتني؟ يسوع رد علي الرب في الوقت ده، قال لي: لأن يسوع المسيح أصبح في الصليب لعمي،
كنت انت اللي المفروض تتعلم وتعمل. هو دلوقتي انت الخاطي اللي مصدوم ده. وكأن الآب لم يشفق على ابنه يسلمه للموت، حكم عليه بالإعدام. بعد ما يسوع المسيح لملم كل خطايا معاه وأخذ كل الأمراض في جسمه، الآب حكم الواجب ولم يستطيع أن ينظر للابن في هذه اللحظات، لأن الابن في هذه اللحظات صار لعنة من أجله. صار كأنه هو الخاطئ، كان بيعاقب على الصليب على أنه هو الخاطئ وهو اللي كان بيستحق حكم الموت. كنت بدأت أبكي والآب كان يبكي. وكان يسوع على الصليب يبكي من أجل خطايا البشرية. الكتاب بيقول كده البار من أجل الأسف. يسوع المسيح صار خطية من أجلنا. يعني هو مش أصبح مجرد بس بيصار، ده هو أصبح الخطية نفسها. والآب كان بيحكم على الخطية بالموت. يعني يسوع المسيح وهو مصلوب أصبح هو الخطية. وكانت الخطية بتثمر على الصليب. خطية تماما. خطية قصرية. كل النجاسات والرجاسات والدنس اللي في عالمك اتصب في جسد يسوع. كل الأمراض والأسقام والأوجاع والأحزان والأمراض اللي تتخيلها وما تتخيلهاش وضعت على جسد يسوع المسيح. وأنا بقرأ في سفر إشعياء إصحاح 53، هذا النبي رأى بالروح. أنا بصلي بالقوة بصوم وبصلي عشان أشوف نفس المشهد. أنا كابن الحق أشوف نفس اللي شافه هذا الملك. في إشعياء 53 عدد 8، هقرا من عدد 7 لعدد 10، يقول صلب أما هو فتزلل ولم يفتح فاه. الرب هنا الشياطين بتذكر للرب الان. انت هو، ركزوا معايا، انت هو في الصليب لم يدافع عن نفسه، اسلم نفسه للصليب ضاع للاب، اسلم نفسه للموت حبا في البشريه. اما هو على الصليب في منظر صعب جدا تتذلل ولم يفقد خير من اجل مين؟ من اجل كل الخطا. من الضغط ومن التينونه اخذ، وفي جيله ومن كان يظن انه قطع من ارض الاحياء كانه انسان ملعون. في اللحظه دي اختبر الموت، اختبر اوجاع الموت، اختبر اوجاع الموت، اختبر اتعاب الموت، اختبر ظلمة الموت وعدلته. كان يقول رجل اوجاع اختبر الموت. ده من اجل انا عايزك، لان في ناس لسه بيقولوا انا خاطي. انا عايزك تتقبل هذه المحبة، لان هذه المحبة ستنجيك الليلة، ستحررك الليلة، ستخلصك الليلة، ستنقذك من الظلمة للحياة الليلة. انظر للمحبة دي. ابليس أعمى عيون الناس عشان ما تشوفش المحبة دي. المحبة المحررة، المحبة المغيرة، المحبة القوية والمنتصرة على الموت. قطع من أرض
الأحيان، إنه ضرب من أجل ذنب شعبي وجعل مع الأشرار قبره. يا إلهي، أصبح هو الشرير، اترمى في القبر كمعاقب كإنسان شرير. ده المفروض انت هو بدل، هو بدل. انا بحبك، تيجي تاخد منك الحزن والمرض والتعب ده وترتاح فيا. جعل مع الاشرار قبره. خير، انا بتكلم عن حبك بقى. من اجلك ظلم ولم يفعل، من اجلك لم يقبل النجاح واسلم نفسه حتى الموت، موت الصليب كي يتم الفعل. انا اتحدث عن مجد الصليب، المجد اللي لينا في الصليب. لو عينك اتفتحت على حصل في الصليب لن تقهر كل ايام حياتك، ستعيش مسيحي منتصر مملوك قوى ومجد. بيسأل عن عيون اذهان غير المؤمنين عشان ما يشوفوش المحبه. قال لك لا، مش هخليك تشبع من المحبه، مش هخليك تفهمها، مش هخليك تعرفها. يخفي عن غير المؤمنين هذه المحبه عشان الناس تيجي تبص ويسالوك ايه ده، انسان؟ هل ده اله؟ هل ده ايه؟ مش فاهمين. لم يعرفوا كلمه الله، لم يعرفوا كلمه الحق. انتهى بيقول: وجعل مع الاشرار قبره، ومع غنى عند موته، ومع غنى عند موته على انه لم يعمل ظلما. في الحقيقه هو بار، هو بلا خطيه، لكنه صار خطيه. في الحقيقه بلا خطيه، لكنه صار خطيه من اجلك. على انه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه وش، كان فمه طاهر، كان يجود ويشفي، كان يجود ويطهر الارض، كان يجود ويلبس مع زناه والمشرمين ويشفي ويبرره ويغفر لهم خطاياهم. عندما كانوا يقفوا رجال الدين ليركبوا الزانيه كده، الحجارة عايزين يرجموا الزانية، وقف كده من قواسيط بينهم وبين الزانية، قال لهم ايه؟ من منكم بلا خطيئة فليرميها دوائر الحمام. يا امرأة أما دانك أحد؟ قلت له لا يا سيدي، إلا وأنا أنا أدينك، اذهبي مبررة طاهرة. ايه الحب ده؟ نفس المحبة دي ولا قدمها الله الآن وبينها لي مع الصديق ابن يسوع المسيح المحبوب. محبة تشفي، محبة تحرر، محبة تغير، تحول الإنسان الشرير أشر خاطر لأقدس قديم صلوات الله. نعمة متحولة، نعمة مغيرة، محبة غير مشروطة. أما الرب فسر بأن يسحقه عندما نظر الآب على يسوع المصلوب، لابنه المصلوب. سر أن يسحقه، كان فرحان. نظرت في عين الآب شفت دموع فرح، وكأن الآب يقول أخيرا جه تتميم وعدي للبشريه، اخيرا جه وقت تحرير العالم من خطيئته، من الخطيئه الاصليه. لاني كان طول العهد القديم الاب ملام، الاب ملام
أنا ذنبي إيه أبقى وارث هذه الخطية؟ أنا محوى أخطأه، أنا مالي؟ في الوقت ده كل اللوم اللي كان على الأب تبخر، كان الأب مسرور. الأب سر أن يسحق الابن ويبذله من أجل خلاص الآخرين العالم كله. سيبيها من فضلك، من فضلك يا رب. إحنا في الكنيسة، ما تنسيش إن إحنا في الكنيسة بفضل الله. أمين. ما نتحركش من المكان، نسيبي ربنا هنا. إحنا نؤمن ربنا هنا وربنا بيحرر ويشفي بروحه، روحه هنا. أمين. الرب سر بأن يسحقه بإيه؟ بالحزن. إن جعل نفسه ذبيحة أن يرى نسلا تطول الأيام ومسرة الرب بيده تاريخ. الآن عندما أسلم الابن وبذل الابن من أجل تبرير العالم، ماذا حدث على الصليب؟ ماذا حدث بعد ما حمل المسيح خطايا خطيئة العالم ورفعها؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في العالم الروحي؟ ايه اللي حصل في السماويات؟ في رسالة أفسس لما يسوع مات على الصليب روحه راحت فين؟ دايما ركزوا معايا، تفضلوا ركزوا معايا. لما يسوع مات على الصليب روحه راحت فين؟ عارفين راحت فين؟ تعالوا نفكر بالجزء اللي حصل في هوشع. عفوا، هوشع 14 عدد 13 يقول: من يد الهاوية أفديهم، من الموت أخلصهم. أين أوباءك يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟ عندما مات المسيح ذهبت روحه الطهرة القديرة إلى الهاوية. لما كان المسيح في القبر ثلاثة أيام ميت، روحه كانت فين؟ الروح القدس وراني إن روح المسيح نزلت إلى أقسام الأرض السفلى، نزلت إلى الهاوية. الهاوية هي مكان ممتلئ بالأرواح النجسة وأرواح الموت والملائكة الساقطة. ذهب إلى الهاوية، وكانت أرواح الأنبياء وأرواح القديسين في سجون في عمق الهاوية. عشان كده بيقول ان كل ارواح الانبياء والقديسين في عهد القديم كانت محبوسه في الهواء منتظرين افتتاحهم في المسيح. كانوا عندهم رجاء. عشان كده اشعياء من الانبياء اللي كانوا شايفين رجاءنا، رجاء القيامه، رجاء الفداء. كانوا شايفين موت وقيامه المسيح وتنبؤوا الانبياء بموته وقيامته. نزل لهم المسيح في قلب الجحيم، في قلب الهوية. لاحظوا هوشع النبي شاف كمان هذا المنظر المهوب المخوف. من يد الهوية أفديهم، من الموت أخلصهم. أين أوباءك يا موت؟ أين شوكتك يا هوية؟
نزل المسيح وراني الروح القدس اللي حصل في الجحيم وفي عندنا هذا. لما نادى المسيح عصير ونزل الهاوية اتكفرت عليه الأرواح الشريرة. كانوا يظنون انه انسان خاطئ وكانوا بيقبضوا على اللي بينزل، اول ما بيموت الانسان بياخذوه يسجنوه. لكن اذ فجأة كل السمائين ومساء ومصاف الملائكة القديسين. انا شفت المنظر ده بالراحة. وبدا يسوع يقوم كابن الله وتغيرت هيئته في قلب الجحيم والهاويه، وكل اسلحه الجحيم تبددت في لحظه في طرف العين عندما ظهر ابن الله وبدا يؤمر. كل الملائكه تفتح السجون وكل الشياطين والرياسات سجدت له ورقت له في قلب الهاوي. رب وراني الرؤيا دي. وامر السيد الوحيد ربنا يسوع المسيح امر بان مفاتيح الهويه والموت تبقى تحت رجليه. استلم واخذ مفاتيح الهويه والموت وفتح ابواب السجن وابواب الهاويه وابواب الموت وحرر كل ارواح المؤمنين به من سجن ومن سجون الهاويه. في اللحظه دي قامت اجساد القديسين تسلسلت الارض، تشققت القبور، انفتحت القبور وحصل قيامه مجيده. وقامت الأجساد، يقول كده وقامت أجساد القديسين وظهروا للكثيرين. حصلت زلزلة في الأرض وفي السماء والجحيم تزعزع وصرخ إبليس يا تلفي يا تلفي. وسخر الرب من الموت ومن الهاوية. تكلم الرب في قلب الهاوية ومن شوكتك يا هاوية؟ أنا قد انتصرت. وجرد الرياسات والسلاطين والأرواح النجسة من رتبتهم وسحقهم تحت الأقدام. كل ده من أجل مين؟ مش من أجل نفسه، ده من أجل تكبر الأيام من أجل العالم. في زكريا 9 عدد 11 و12 شوفوا الانبياء شافوا ايه. قال على لسان زكريا النبي: وانت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الكرب الذي ليس فيه ماء، ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء. اطلق ايه؟ الاسرى منين؟ من قلب الهاوية. كان كل أرواح الأنبياء والقديسين أسرى في الهاوية بدم نفسه، رش الدم وأطلق هذه الأرواح. ورأيت الهاوية فارغة. كانت الهاوية قبل نزول المسيح إلى الهاوية ممتلئة ممتلئة بنفوس، لكن عندما مات المسيح وصرخ قد أكمل أخذ أرواح القديسين. ربنا وراني، أنا بتكلم عن رؤية وبأيدها بالكتاب. ربنا وراني إن هيئة القديسين والأنبياء في الجحيم كانوا منظرهم بشع، كان منظرهم صعب. بس يا يسوع المسيح، بس يا يسوع المسيح، ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش شربي ماي، ما تخافيش شربي ماي.
تسهيل العبادة. باسم يسوع لا تشويش. أنا أصلي كانوا منظرهم في الهاوية صعب جدا، وعندما حررهم المسيح وصعد بهم إلى العلان وهم في حالة الصعود تغيرت هيئتهم وخلعوا الظلمة ولبسوا النوران. تحولوا. بعد ما خرج وحرر الأرواح اللي في السجن تغيرت هيئتهم وتغيرت هيئتهم بسبب الدم، رش الدم، غسلوا بالدم، لأن هما كأسرى في الهوية كخطاة مذنبين حتى الأنبياء. حتى الأنبياء شوفوا داود الذي أتى المسيح من نسله بالجسد زنا وفهم أنا بالخطية حبي لبيه بالخطية حبي لبيه لا فهمت. لكن عندما نزل المسيح إلى الجحيم رش الدم وزادت الخطية عنده وتغيرت هيئته شبه يسوع وصعدوا صعد إلى العلاء وسبى سبيا. هو نزل إلى الجحيم، نزل إلى أسافل الأرض، أقسام الأفس الأرض الصفراء، نزل إلى الهوية، أطلق الأرواح والأسرى اللي في السجن وخدهم وصعد بيهم إلى العلاء وكلفهم معاه في المجد. هو ما كانش في ناس العميان ما يقدروش يشوفوا اللي حصل في الصليب. العميان يشوفوا انسان مهزوم محتقر، يشوفوا انسان ملعون على الصليب ويقول لك لا ده مستحيل يكون ابنه، ده مستحيل يكون ابن الله، لان ابليس اعماهم، اعمى عيون اذهانهم عشان ما يشوفوش محبه الله باحشاء رحمه الهنا التي افتقدنا بها من العلاء. عندما نزل الى الهاويه الشعب الكالس في الظلمة وفي سجون إبليس أبصر نور عظيم. اللي في الهاوية اللي في سجون إبليس شافوا في قلب الجحيم نور عظيم قد أشرق. عرفوا إن ده وقت إطلاقهم. عندما نظروا المسيح في قلب الجحيم وفي قلب الهاوية قالوا جه الوقت، انتظرنا ده. وجاء المسيح كرز دول ونقول جاء معاه وتم المكتوب وقد أكمل قد أكمل قد أكمل قد أكمل صرخ انت لقد أكمل وانتهى سلطان الموت وانتهى سلطان الشيطان. تخاف من إبليس؟ ده الرب طهره في الصليب هو ومولاه. صح كنا طهره، ما بقاش دي اي قوه ولا سلطان. صرخ يسوع قد اكمل، تممت المهمه، تم فداء البشريه، قد انتصرت لكم. وما كانش جاي يعمل حرب على ابليس. الرب الاله لا يحارب ابليس مخلوق حته مخلوق، لكنه كان يصنع حربا مع الظلمه من اجلك انت، حبا فيك انت، لاجل خلاصك، لاجل تحريرك. كان هذه الكلمات. هللويا.
وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الكوب. إيه هو عن اللي هيحصل عندما ذهب روح المسيح إلى كوب إلى قلب الهاوية الذي ليس فيه ماء؟ ليس فيه ماء يعني إيه؟ مفهوش حياة. الهاوية كلها موت، كلها رائحة موت، رائحة صراخ، رائحة عذاب. لما رأوا الرئيس الهاوية الأمر صعب جدا لا يفهم. صرخت للرب يا رب انا مش قادر اشوف المنظر ده، طلعني انا مش قادر اشوف ده. شوف سمعت صراخ، سمعت عوير، سمعت صوت عذاب، صوت ألم، شميت ريحة موت قذرة نجسة رائحة صعبة جدا. هللويا. وأنت أيضا يا ريت اللي معاهم من فضلهم عشان ما تشوش، لأن وقت سمعت كلمة الله وقت خلاصك، وقت تخريرك، مش وقت وجع يد هو اللي في الشفاء، وقت الكلمة، وقت سماع الحق. لا نطلع بره، نطلع بره خالص، نسكته ونيجي يوم ثاني. اقعد في كرسي أخير ممكن؟ سريع سريع. يا ريت اي دفعه اوتوماتيك تدفع بيه بره هديه وارجع تاني. ما ينفعش التشويه ده، ما تدفعش، ما تدفعوش وقت. يقول النبي زكريا ويتنبأ عن الصليب وعن موت المسيح وعن الخلاص الذي سيحدث. فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الكوب الذي ليس فيه ماء، في موت، فيه حياة. ارجعوا إلي إلى الحصن يا أسرى الرجاء. مين الحصن؟ يسوع المسيح. هما أسرى إيه؟ على رجاء إيه؟ هما أسرى بس على الرجاء. رجعوا للحزن. المشهد ده حصل. هما رجعوا للحزن. دي كان نداء يسوع. قال لهم ارجعوا إلى الحزن. على رجاء يعني الأنبياء والقديسين اللي ماتوا في عهد القديم على رجاء القيامة، على رجاء الفداء. شافوا الخلاص، شافوا مجيء المسيح وموته وصلبه ودفنه، وشافوا اللي هيحصل في الجحيم وقت تحريرهم، وشافوا صعوده بيهم الى اعلى السماوات. كل اللي شافوه ارجعوا الى الحصن يا اسرى الرجاء. هللويا. عشان كده الرب قال كده: اما كيف يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعته ان لم يربط القوي اولا؟ المسيح دخل بيت القوي. لما مات على الصليب دخل بيت القوي، دخل بيت الكحير وربط القوي واطلق الاسرى، نهب امتعته. عارف يعني نهب امتعته؟ كان ابليس بيتمتع. عندما كان يرى الانبياء والقديسين اسرى في سجنه، لكن عندما دخل الرب نزل الى الجحيم ربط القوم. عشان كده الرب يكلمني روح الغني، هو في حد يقدر يدخل بيت القوي ان لم يربط القوي اولا؟ القوي اتربط في الصليب. امين. المسيح ربط القوي في الصليب بعد ما ربطه نزل الجحيم. بعد ما ربطه نزل الجحيم، ربط القوي اولا في الصليب. أبا
قبل ما يدخل بيت القوم، قبل ما يدخل البيت الهاوية، وقبل ما ينزل الهاوية ربط القوم في الصليب، ربط القوم ونزل إلى التحريم لينهب أمتعته. عندما صلب المسيح في الصليب، صلب القوم، اتربط القوم في الصليب. لما اتربط المسيح في الصليب، اتربط القوم في الصليب، اتربط ابليس في الصليب. وبعد ما ربط ابليس في الصليب، ملك الهاويه وملك الظلمه، نزل المسيح بيت القوم، دخل بيت القوم ونهب امتعته وحرر اسر الرجال، حرر كل ارواح القديسين واطلقهم وصعد بهم الى العلاء، تاركا للقوم مربوطا الى الابد. يهتف هاليلويا. هاليلويا. هل شيء يقدر يدخل بيت القوم ان لم يربط القوم اولا؟ ربط القوم في الصليب، وبعد ما تم ربط القوم في الصليب، نزل الى النحيم وفتح ابواب الحبوس، قصف ابواب الجحيم. هو وداخل من بوابات الجحيم فكرها بكل مجاهره، كل غيظ، لان الرب كان منتظر هذه اللحظه، لحظه ابتلاء البشريه. عارفين لما دخل الجحيم قصف ابواب الجحيم، فكرها. من قوي ابليس مربوط على الصليب يسرق، يسرق، يا تنفي، يا تنفي، يا تنفي، يا تنفي، يا تنفي، لحد النهارده هو بيسرق يا تنفي. هيفضل يسرق للابد يا تنفي. تم اتلاف ابليس للابد في الصليب. محدش يقدر يدخل بيت القوم، محدش يقدر يدخل الجب الهاوية ويطلق الأسرى، أسرى الرجاء، إن لم يربط القوم أولا. تم ربط القوم. عشان كده كان يقول، كان يتنبأ يسوع ويقول: ينبغي ابن الإنسان أن يموت ويقتل من قادة الشعب والشيوخ ورؤساء الكهنة ويقوم في اليوم الثالث. قام يسوع المسيح بعد ما يسوع حرر الأرواح اللي في السجن وصعد بهم إلى العلاء. انتبه، بعد ما حرر الأرواح اللي في السجن وأطلقهم، أقام جسده في اليوم الثاني. يعني المعركة دي حصلت في الجحيم كم يوم؟ أخذت قد إيه وقت؟ ثلاث أيام. وبعد ما تم المهمة وأطلق الأرواح التي في السجن، أقام جسده منتصر ظافرا، وكل أرواح القديسين مشيت وراه في السماويات في موكب نصرة. أنا شفت موكب النصرة، هو كان موكب عظيم، كان احتفال مش عادي، احتفال مشفتوش، مش قادر أوصفه.
وكان في قدام في موكب النصر سمعته بالروح اين شاول، كانت زي الترنيم وهي صوت الباب، اين شوكاتك يا موت، اين غلباتك يا موت، يسوع قد انتصر. وكانوا كلهم بيتكلموا كل اللي يؤمن بالمسيح رب يمشي في هذا الموكب ولا يأتي إلى زوايا. ربنا وراني بعد قيامة المسيح كانت قلب الجحيم وقلب الهوية مليان ناس، بعد قيامته أصبح الجحيم فارغ وتشمع بالشمع الأحمر، عارف كده بالدم، بالدم، بالدم تم الفداء، رش الدم، رش الدم في السماويات، وقام الرب وانتصر وظهر عن الكثير. ولما آمن المجدلية أول واحدة ظهر لها المجدلية التي كانت فيها 17 دينار، ذهبوا المريمات إلى القبر فجأة شافوا قيام ظهر الرب، ظنت إنه المستعان. لما ما لقتش جسده في القبر ظنت إن جسده إيه؟ سنة. فبتسأل مستني فين؟ فين حبيبي؟ ولما قالها كده انت بتدوري على مين؟ قالت له سمعت صوته، قالت له ربي. وجريت عليها لا تمسي لاني لم اصعد الى الارض. وبعد ما بشر وظهر للتلاميذ قعد بعد قيامته بجسده المؤكد 40 يوم يظهر للكثيرين خلال ال40 يوم، قعد 40 يوم بجسده المؤكد جسد القيامه بعد ما قام من القبر، قعد 40 يوم وظهر لناس كثيره جدا، وكان يظهر للتلاميذ ليشهدوا على قوته. بدأ يكلمهم عن ان بقيامته صار النجاه والتبرير، مفيش ديمونه، واوصاهم ان ما يتحركوش من اورشليم لانه عندما سيصعد، لسه لحد دلوقتي ما صعدش، هو نزل لاقسام الارض السفلى، نزل للهاويه لقلب الجحيم. بعد ما نزل الهاوية وأخذ مفاتيح الهاوية والموت وانتصر على الموت بموته وظهر لتلاميذه 40 يوم وأوصاهم إنه يكونوا مستعدين عشان يقبلوا الروح القدس، قال لهم أنا هصعد للآب وهجلس عن يمين القوة وأسكب عليكم روح الحق، روح الموعد، الروح القدس. لما صعد المسيح للسماء ما سبناش تيتان، سكب علينا روحه، سكب علينا ايه؟ روحه كميراث، كعربون محبته. يعني المهمه دي تممها، بعد ما تمم المهمه دي المهمة الكاملة أو الخلاص الكامل هو إيه؟ إنك تترفع عن خطيتك وما يكونش ليك مكان في الهاوية وتقبل الروح القدس. لو أنت مصدق كلمة الله اسمع، انتبه، 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 محدش حرك مكانك.
عيد عشان انتم تشكلوا. كل واحد يشكل بنفسه من فضلك. هللويا. وتم المكتوب اشعياء النبي: الشعب الجالس في الظلمه ابصر نورا عظيما، والجالسون في كره الموت وظلاله اشرق عليهم نور. الجالسين فين؟ ايه كره الموت؟ كره الموت هي اللي هي قلب الهاوي او قلب الجحيم بيسموه كره الموت. هما كانوا جالسين في المنطقه دي. السجون كانت في حته في الجحيم او في الهاوي اسمها كره الموت. كلها ريحه موت. واللي كانوا جالسين في كره الموت وظلاله شافوا النور العظيم داخل عليهم. تم المكتوب. وقال الرسول في كرونسوس: اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هويه؟ هاللويا هاللويا. مزمور 22 لما كان المسيح على الصليب يقول كده: لأنه قد أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اقتنفتني ثقبوا يدي ورجلي. شايفين رجليه وإيديه لما اتثقبوا عشان أنت تنام الحرية. هو اتربط عشان أنت تكون حر. هو مات عشان أنت تحيا. هو أصبح خطية علشان تكون أنت بار طاهر مقدس. هو عمل كل ده بدلا عنك. تقبل المحبة؟ لو قبلت المحبة دي هتصير ابن الله فورا. لو قبلت المحبة دي هتصير خليقة جديدة فورا. هتشابه المسيح فورا. لأن محبته هتطهرك. اقبل دمه اللي اتسفك على الصليب من قبل. تقبل النصرة والسلطان الإلهي على الأرواح الشريرة. لأن الرب انتصر على الأرواح الشريرة عشان يديك أنت النصرة والسلطان. مين؟ لو انت مهما كانت خطيئتك، انظر للصليب. انظر لهذا المجد. الجميع ذاك وفسد وعرضه مجد الصليب. مجد الصليب، مجد الله. مجد الله ظهر في الصليب. ان كلمة الصليب عند الهالكين تعالى. اما عندنا نحن المخلصين. هو يعني اللي يبص للصليب الهالكين لما يبصوا للصليب يستهزئون كده. ده في اله يتسلم في مين؟ دول الهالكين. كلمه الصليب عند الهالكين يعني. اما عندنا نحن المخلصين اللي عينه اتفتحت واصبح خليقه جديده وقامت الرب ودمه يرى قوه الله في الصليب. حد يقول مجدا للرب. ايه هللويا. ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. عندما مات المسيح عارفين ليه روحه راحت الجحيم؟ كأنه لأن إحنا أرواحنا كانت بتروح الجحيم وأخذ دم الكلمة. كانت روح الخاطي بتروح الجحيم. فهو راح الجحيم كخاطي لكنه اظهر مجد الله في قلبه.
روح الخاطي كانت بتروح جحيم بعد الموت. لو انت قبلت محبة يسوع روحك مش هتروح جحيم بعد الموت، روحك هتروح معاه. قول يا رب انا بقبل محبتك. قول بشكرك من اجل مجد الصليب، بشكرك من اجل محبتك. انظروا الى اي محبة هذه قد اعطانا الان حتى ندعى اولاد الله. قول له بشكرك، شفت محبتك في الصليب. الله بين محبته بينا ونحن بعد خطاة. مات المسيح من اجلنا، مات المسيح من اجلنا، مات المسيح من اجلنا. وانا بقبل يا رب، اسلمك حياتي، اعطيني حياه انا الميت، اقمني من قبور الخطيه، اقمني اخرجني من سجون ابليس. رش الدم علي يا رب، طهرني، اغسلني بدمك، قربني. اؤمن يا رب بالفداء، اؤمن بنعمتك، اقبل محبتك، خلصني يا سيد. اسكن انت، روحي ليك، املك علي وعلى الحياه. اقبلك ربا ومخلصا، اقبل هذا الخلاص العظيم. ارحمني، قبلني بملكوتك الان. اشكرك انك سكنت فيا، قررتني، خلصتني، فديتني، طهرتني من كل خطيه، واخيرا صرت بار بسبب دمك ايها الرب، اسم يسوع المسيح. امين. خلينا نقف نصلي. لو كلمة الله، لو كلمة الله استقرت في قلبك وبنتها بفرح، قول له شكرا. ابدا اشكر الرب، قول له انا بشكرك لاني خلصت، اشكرك لاني اتحررت، اشكرك لانك فديتني يا رب، فديتني حياه جديده باسم الرب يسوع. امين. ده وقت ان احنا نكرم الرب عطيانا. خدمة العطاء ده وقت البركه ليك، الرب مش مهتم منك فلوس، لكن الرب عايز يباركك، الرب قال اعطوا تعطوا. بشجعك بدربك تطيع كلمة الله. اعطي بفرح، المعطي المسرور يحب الرب. المعطي لأمل الفدا يعطي بسرور وابتهال. اوعى تعطي بغم، لو بتعطي بغم خلي ايه؟ تديش حاجة، ما تاخدش حاجة. اعطي بفرح. أنا مش شايف حد فرحان وهو بيعطي. أنتم متشكرين ليه؟ حبة المال دي أصل كل الشرور. افرح بالرب، وانت بتعطي افرح بالرب، قول له يا رب انا بشكرك. قول له بشكرك ببارك وببارك الكنيسه يا رب. ده وقت المرة، ربنا بيديك فرصه تتبارك. امين؟ وقت العطاء هو وقت انك ان دي فرصتك تتبارك. عشان كده احنا بنديك فرصه تتبارك. اشكر الرب، قول له بشكرك. ورب وعد اعطوا تعطوا كي لما البدن المهزوز ان يعطى من الناس في احتراقه. هتلاقي كل الاشياء بتعمل لخيرك لما تعطي بفرح وبسخاء باسم رب يسوع. هللويا. Yeah.